ورجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء، ودلوقتي بنختم معاكم البرنامج باخر فقره، وهي بالنسبه لي احلى فقره لانها تهم كل بنوته وكل ست. هنتكلم النهارده عن الميك اب مع الميك اب ارتست هدير ناهض، بس هتكلمنا عن حاجه مهمه جدا اصبحت لا غنى عنها بالنسبه للبنات والسيدات، اللي هي الكونتور. صح يا هدير؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ منوراني. منوره البرنامج. بنورك يا حبيبتي. كلميني على الكونتور بقى. الكونتور هو فن برحب ابراز بالموديل الجميل احلام، منوراني. ازيك؟ قولي لي بقى، الكونتور هو فن ابراز الملامح، يعني بمعنى اللون الغامق هنخفي بيه الديفوهات بتاعه الوش. تمام. اللون الفاتح اللي هو الهايلايت اللي هو ده بيظهر الاماكن اللي احنا عايزين ننورها في الوش. فانا دلوقتي هعمل للموديل كونتور يمشي مع ملامح اي كل ملامح بتختلف طبعا. تمام. المودلز هنا عندنا عندها الجبهه عريضه شويه، فاحنا هنقللها بقى اهي. المفروض ان احنا من هنا هنعمل الكونتور اللي هو الغامق ده. تمام. ومن هنا عندها خدود، فاحنا الخدود عايزين نقللها شويه فان هي ما تبقاش واضحه قوي كده. تمام. والمناخير هنيجي من هنا عايزين نصغرها شويه، ومن تحت نقلل من البروز بتاعها. تمام. احنا بنصغر بالغامق، والحاجه اللي عايزين نبرزها بالفاتح، صح؟ تمام. تمام. انا دلوقتي هعمل الكونتور. اوكي 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 تمام. هاخد اللون الفاتح احطه تحت العين، ولما بنيجي نحطه تحت العين بنعمل مثلث. تمام. مش بيبقى مدور كده، مثلث ونملاه من جوه، علامه صح كده، ونملاها من جوه باللون الفاتح. تمام. تمام. جميله الطرحه يا احلام. ميرسي. بندمجه ازاي بقى يا هدير؟ احنا بنعمل له بليدنج بالبيوتي بلاند. تمام. اوكي. في اماكن تاني هنا احنا عايزين نظهر الحته دي كده ونخفي اللي فوقيها. تمام. فاحنا هنعمل الفاتح كدا. هنا تمام. هناخدها كده. وهنيجي عند عظمة الخد، احنا عايزين نضيع الخد ده شويه نقلله، فهنيجي هنعمل هنا كده، احنا عايزين ننور دي كده. ننور دي كده. وننور من تحت كده علشان نخلي الوش جاي كده بدل ما هو مدور. تمام. لو عايزه تقللي الوش برضو بتجيبي من تحت هنا تقريبا كونتور، لو بس نعلم البنات لو هنا هي وشها صغير او رفيع شويه واحنا عايزين نخليه يبان اعرض، بنيجي من تحت هنا ونحط اللي هو اللون الغامق اللي هو الكونتور. تمام. نحط الغامق كده بس عشان وقت البرنامج برضو. اوكي. نحط الغامق عشان نوضح هنا للبنات الاماكن بالظبط عند عظمه الانف. وهننزل بيه تحت الحاجب بشويه. تمام كده. طيب ممكن ندمج بقى يا هدير بالبيوتي بلندر، بس نوضح للمشاهدين. اوكي. عشان الوقت عندنا، عشان عايزين ايه الحته دي كده. وعايزين نسحب الوش كده عشان نقلل الخد زي ما قلنا. تمام. تمام. الدمج بقى قبل ما نختم، دي الاماكن اللي بنحط فيها الكونتور اللي عايزين عشان نظهرها، والاماكن اللي عايزين نظهرها الفاتح، والثانيه اللي عايزين نقللها اللون الغامق. تمام. اللون الغامق هعمله بالفرشه، بتبقى فلافي كده. طيب. تمام. خلاص وقت البرنامج معانا يا هدير انتهى. فاحنا وضحنا للساده المشاهدين ازاي بيعملوا كونتور. تمام. نورتيني في البرنامج. بنورك. وان شاء الله تيجي تاني وتنوريني في برنامج حياتي ان شاء الله. انت اللي عامله لي الميك اب، بشكرك. العفو على ايه. شكرا حبيبه قلبي. مشاهدينا الاعزاء، بختم معاكم البرنامج، وان شاء الله استنوني الجمعه الجايه الساعه 10 الصبح.